الحاج توفيق. أهلا وسهلا حاج توفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعايز أسأل الشيخ بس سؤال كده. اتفضل. بالنسبة لواحد في شبابه كده يعني عدى أوقات كتير صلاة وكده يعني، وحاليا دلوقتي برضو الدنيا والعيشة والحاجات دي برضو بتأثر برضو في الأيام ديت، يعني ممكن يعدي الفرض بصليه بس يعني بيعدي متقطع في الصلاة وارجع لا بصلي الحمد لله، بس يعني مثلا العصر أذن ببقى مشغول في حاجة بستنى وارجع اصلي تاني فرض يعني. تمام، تأخير الصلاة تقصد؟ التأخير مش ترك للصلاة يعني، او مش متقطع لكن بتأخر. تمام. وفي بقى حاجة الشيخ بيقول ان ايه يعني اصلي لو فاتني صلاة اصلي يعني تعويض، مثلا فاتني صلاة يعني عايز اعوض، اصلي قبل الفرض ولا بعد الفرض؟ تمام، يعني الفرض اللي انا سبته ده اصليه عايز اصليه بس العصر مع العصر اصليه قبليه ولا بعديه؟ تمام يا حاج توفيق، تسلم يا رب. حضرتك سؤال واحد بس كده. اتفضل. طبعا تحت امرك. بعيد عن الصلاه. اتفضل مفيش مشكله. في برنامج كده الناس بتخش عليه بتدفع فلوس وبيروح مرجع لهم ربح يوميا يعني، بس بفايده يعني ممكن تكون 1000%، يعني مثلا احط 4000 وبص كل يوم يبعث لي 180 جنيه، البرنامج ده والحاجه دي حرام ولا حلال؟ ده برنامج فين او يعني على التليفون؟ بيخش على النت. برنامج على النت؟ بيخش يعني بيحول فلوس لدولارات. طيب انا بيرجع يرجع لهم الفلوس دي يوميا مثلا كل يوم لمده شهر. ومن غير ما يعني بيسألوك أسئلة ولا من غير أي مجهود؟ لا ولا بيسأل ولا أي حاجة، أنت تدفع الفلوس بس. تدفع فلوس فياخدوا من فيزودوا لك فلوس كل يوم؟ كل يوم يبعتوا لك بقى الفلوس دي بقول لك لمدة سنة. طيب حاج توفيق، احنا طبعا السؤال ده بالذات يعني هنجاوب ممكن كعنوان عريض عليه، لكن بالتفصيل علشان تبقى الفتوى واضحه واكتر يا ريت دي تكون في يعني مش على الهوا، يعني يبقى في لجنه خاصه في دار الافتاء بحيث ان يبقى سألينك في كل التفاصيل. شكرا جدا لحضرتك. تمام خلاص مفيش تليفون تاني. طيب الحاج توفيق بيسأل الاول على فكره تأخير الصلاه، وده من اهم اسئله الحلقه النهارده. نعم. يعني في بعض التفاسير كانت بتقول اللي هي ساهون اللي هو بيأخروا الصلاه، هي ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ان ده تأخير الصلاه. اولا السهو، السهو هو ترك الشيء والانشغال بشيء آخر، ده مطلق السهو. أيوة. لكن بالنسبة للصلاة هو يعلم وكلنا نعلم أن الصلاة لها وقتها ولها آذانها وإقامتها، وفي وقت اختياري ووقت اضطراري لكل صلاة، لكل فريضة من الفرائض لها وقت اختياري يبدأ ثم ينتهي. الصلاة ينبغي أن يجهز الإنسان ليؤديها ويصليها حتى لا يشغله شاغل عنها. يعني أنا لما يأذن المؤذن لا أبكر وأبادر بأداء الصلاة، أنا مش ضامن بعد دقيقتين هيحصل إيه وبعد 5 دقائق هيحصل إيه، وده اللي خلينا نحافظ على الصلوات في الجماعة ما استطعنا وفي المسجد ما استطعنا. فطبعا تأخير الصلاة وتطبيق الأوقات على بعضها يجعل الإنسان يخسر كثيرا كثيرا من الثواب والأجر. طب شيخ محمد، يعني إيه الحكمة إن ربنا مدينا وقت من الظهر للعصر ممتد، ليه لما أخره يعني أقسم إن أنا أخرت؟ أولا هذه أمور توقيفية. توقيفية يعني متوقفة على شرع الله، يعني هكذا جعلها الله عز وجل. يعني فعلا في اسم لتأخير الصلاة؟ مش حكمة تأخير الصلاة بمعنى يعني الظهر صليته قبل العصر ب5 دقائق. لا هذا بص يا شيخة، احنا ربنا سبحانه وتعالى احنا في عبادتنا لله وفي أدائنا للصلاة مش بنأدي يعني مش بنمضي حضور وانصراف ومش بنأدي، بس مش كل الناس زي بعضها وعندها نفس الهمة يا شيخ محمد. لا لازم الهمة يكون هو همته، ممكن يكون هو مصاب تعبان قلقان، ممكن يكون متأزم، ممكن عنده مشكلة مأرقاه، لكن ما يبقاش ده ديدنه وما يبقاش ده مبدأه، ولا يبقى هذا يعني المبدأ السائر عليه طول حياته، يروح مصلي العصر الظهر قبل العصر ب5 دقائق. طب حكمها ايه؟ حكم تأخير الصلاة هو تأخير الصلاة متعمد إلى آخرها إلى آخر وقتها. أيوة. ينقص الثواب.
ينقص الثواب، يعني لا يتدخل في صحتها او عدم صحتها، تمام، او في قبولها او عدم قبولها. لكن المؤمن ده الصلاه دي اقامه. ايوه احنا إقامة. عشان بس نبقى ايه موضحين كل الجوانب بتاعتها.